طيب تعالوا بقى نيجي لهذا الحيوان، سمكة قرش الصقر. هو قرش ماشي، بس بيسموه طبعا القروش أنواع. ساعات يقول لك إيه سمكة قرش الصقر، سمكة قرش النمر، سمكة القرش مش عارفة الأبيض. المهم إن القروش أنواع كتيرة جدا، مش نوع واحد يعني زي ما احنا فاكرين، لا هي أنواع كتيرة جدا ولهم أسامي، وفي كل فصيلة ليها اسم. تمام، تعالوا أول حاجة نعرفها، أول حاجة نعرفها عن هذا الحيوان هو بيعيش فين، ونبدأ نسأل شام. يا شام، سمكة قرش الصقر بتعيش فين؟ في المياه المالحة والمياه العذبة. برافو يا شام، يبقى أول معلومة هنعرفها عن سمكة قرش الصقر هي بتعيش فين؟ بالنسبة هي بتعيش في المية، أكيد يعني في المية، هي سمكة بتعيش في المية أكيد يعني. طب يا ترى بتعيش في مية مالحة ولا مية عذبة؟ الاتنين، لأن زي يعني ممكن برضو معلومة أخدها لكم، في أسماك ما بتقدرش تعيش في المية المالحة، في أسماك ما بتقدرش تعيش غير في المية المالحة، وفي أسماك ما بتقدرش تعيش غير في المية العذبة. لو أنا جبت سمكة بتعيش في المية المالحة وديتها في المية العذبة تموت، على الرغم ان هنا ميه وهنا ميه، بس هي ما بتقدرش تعيش غير في الميه المالحه خلاص. لكن سمكة قرش الصقر من الحاجه اللي بتميزها ان هي بتقدر تعيش في الاتنين عادي جدا، وبتتعامل عادي جدا. يبقى هي بتعيش في المياه المالحه والمياه العذبه، ادي اول حاجه قلناها. طيب تعالوا نشوف التكيفات التركيبيه بتاعتها، يعني ايه مثلا، يعني هتتكلم عن ايه مثلا في التكيفات التركيبيه؟ هتكلم عن جسمها، هتكلم عن 3 حاجات تقريبا في جسمها خلاص. طالما تكيفات تركيبية يبقى كده هنتكلم عن الجسم. لو سألت دلوقتي آدم، يا آدم اللون بتاع سمكة قرش ماله؟ نعم آدم مش موجود. أدهم، أقصد أدهم، أنا آسف. يا أدهم، سمكة قرش، سمكة قرش لون الجلد بتاعها إيه؟ أمس لون الجلد بتاع سمكة قرش الصقر كان أزرق وإيه كمان؟ حاجات يعني تركيبية فيها يقولها يا حبيبي انت دلوقتي الصورة اللي قدامك سمكة قرش الصقر، الجلد بتاعها فيه كام لون؟ لون ايه؟ لون ايه ولون ايه؟ أبيض لون وأحمر. لون الأبيض. الأبيض موجود في أي ناحية؟ اللي فيه في البطن. واللون الأزرق موجود فين؟ اللي بيكون مثلا عند اللي هي العلامة بتكون طالعة لفوق دي يعني. تمام، يعني في الظهر، في الظهر يعني أدم، يعني سهل المصطلحات على نفسك. اللون الأبيض في البطن واللون الأزرق في الظهر من فوق. يبقى تاني معلومة عرفناها، يبقى احنا عرفنا أول معلومة إن هو بيعيش في المية المالحة والمية العذبة. تاني معلومة أخدناها في التكيفات التركيبية إن الجسم بتاعه فيه لونين مش لون واحد كله خلاص، يعني نص جسم بلون والنص التاني بلون تاني. بطنه من لونها أبيض وظهره من فوق لونه أزرق. نعم مش يا مس السمكة دي صبح لما الأسماك بتبقى معدية هي بقى بتغطي نفسها باللون الأبيض ده عشان الأسماك لما بتبقى معدية كده حاجة لونها بيض، حاجة طوبة يعني مرمية في الأرض، فالسمكة دي بتروح بقى تاكلهم صح؟ لا، مش ده اللي بيحصل. هقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي وايه فايده اللونين دول. طيب ربنا طالما خلق اللونين اكيد ربنا خلقهم لحكمه اكيد. طيب يا ترى ليه البطن لونها ابيض يا مس لا البطن؟ اسمعك. طيب ثواني بس اشوف مين كان حاضر معانا قبل كده. هو مفيش حد تاني حاضر كان معانا غير هو شام وانا. طيب قولي لي انت يا شام، ليه تفتكروا يا شام البطن لونها ابيض؟ عشان اللون الأبيض بيبين أشعة الشمس ماشي، والسمكة فبالتالي بتيجي. صح ماشي زي ما شام قالت كده، بس انا اوضح لكم اكتر. هي شام بتقول يا مس علشان سمكة قرش الصقر طبعا هي بتصطاد، يعني بتاكل السمك اكيد، يعني بتتغذى على الاسماك لانها عايشة في المية. طيب
هي لما تبقى تعوم بقى اكيد هي عايزه تتخفى، هي عايزه تعمل تخفي علشان لما تروح تصطاد السمك ما تاخدش بالها منها. البطن بتاعتها لون ابيض علشان لما السمكه تكون بتعوم تحتها. ممكن بس كلنا نقفل المايك عشان الاصوات اللغوشه دي بتضايقني. البطن ما يكون لونها ابيض، السمكه لما تكون بتعوم تحت السمكه تيجي تبص لفوق تشوف اللون الابيض فتحسه ان هو انعكاس ضوء الشمس على الميه. مش انتوا كده لما تخيلوا كده مع لما انتوا تنزلوا تحت في الميه وتبصوا فوق هتشوفوا ايه؟ تشوفوا انعكاس ضوء الشمس، يعني متبقوش شايفين كويس. فبالتالي هي كمان السمكة اللي هو الفريسة أو السمك الصغير كده ما تبقى قرش بتعوم فوق، لو سمحتوا اقفلوا المايك. السمكة لما تيجي سمكة القرش لما تكون فوق والسمكة الفريسة بتاعتها تكون تحت وعايزة تصطادها، السمكة الفريسة ما تقدرش تشوفها. ليه ما تقدرش تشوفها؟ لأن لون البطن بتاعها أبيض يشبه انعكاس ضوء الشمس. فكل سمكة قرش بكل سهولة من غير الفريسة ما تهرب منها. برضه في حد فتح المايك، يا أدهم اقفل المايك يا أدهم. طيب نيجي بقى للظهر بتاع سمكة قرش الصور. ليه الظهر بتاعها لونه السلام أزرق؟ عليكم. عليكم السلام. بس انا عاوزة اقول طيب ممكن بس طيب حاضر يا آدم اقفل المايك. يا آدم اقفل المايك. ماشي قولي يا جون، قولي يا جنى. الظهر بتاعها ده عشان بالليل الأسماك لما بتبقى معدية بتفتكرها الفريسة بتاعتها بتفتكرها إن هي حاجة تانية، فبتروح معدية في سمكة القرش بتيجي تاكلها، صح؟ صح كده. بص بقى الظهر لونه ازرق بيبقى شبه مين؟ شبه لون الميه. الظهر بتاعها لونه ازرق شبه الميه. فبالتالي لما تبقى سمكه القرش تحت بتعوم تحت والفريسه هي اللي فوق، فالفريسه لما تيجي تبص تحتها بقى عايزه تعدي بتبص تحتها تشوف في حاجه هتاكلها ولا لا. فالظهر بتاع سمكه القرش الصور لونه ازرق مش باين من الميه، فتقوم معديه في امان تتمخطر تتمخطر كده تقوم سمكه القرش هوب واكلاها. يبقى هنا الظهر بتاعها عمل لها تمويه خلاها ما تبانش في الميه فاصطادت الفريسه بكل سهوله. يبقى تاني هقول الحته دي تاني، سمكه قرش الصور عندها لونين، لون في بطنها غير اللون اللي في ظهرها. لون بطنها يا ولاد لونه ابيض ولون ظهرها لونه ازرق. لون بطنها لونه ابيض علشان لما تكون هي فوق والسمكه الفريسه تحتها سمكه الفريسه عشان تشوفها ما تعرفش تشوفها. طيب ممكن ثواني بس ما حدش يتكلم على مفتاح الباب. تمام.
طيب انا اسفه يا اولاد على التاخير. كانت مني كان بيقول انا اللي كنت بقول ان سمكه قرش الصور عندها لونين. بصوا بقى، عايزه اقول لكم معلومه عشان بتيجي كتير قوي في الاسئله. الفرق بتاع اللونين دول او وجود اللونين دي اسمهم ايه؟ اسمهم تباين لوني. الكلمه ده هي اللي هينساها ازعل منه، اسمه تباين لوني. خلي بالكو، تمام. علشان الحيوان الوحيد اللي هيتسألوا فيه عن كلمة التباين اللوني هو سمكة قرش الصور. طب ايه يا مس، ايه اللفظ يعني، ايه الكلمة الصعبة دي؟ ايه تباين لوني؟ معنى كلمة تباين يعني اختلاف، ولوني يعني اختلاف الألوان. فعلا سمكة قرش الصور عندها اختلاف في الألوان، يبقى اذا سمكة قرش الصور هو الحيوان الوحيد اللي عنده تباين لوني، يعني عنده اختلاف في اللونين في الاسم. خلاص خلاص يا مس، تمام. طيب في ايه كمان؟ في عنده نوع، عنده اسنان حاده، ودي طبعا غنيه يعني مش محتاجين. نعم نعم هو في سمكة، على فكرة في سمكة قرش، هو سمعت عنها ان هي لو تتقلب وبطنها تبقى فوق وظهرها تبقى تحت وتبقى طيبة، تبقى ايه؟ تبقى لو مثلا في حد رايح يصطاد كده سمك وبيغوص لقى سمكة قرش هيقلبها، بيحاول بقى يقلبها ويقلبها، بطنها فوق ظهرها لتحت، هي كده مش هتكون تاكله، مش هتاكله. هو ده الكلام ده صح ولا غلط؟ لا ما اعتقدش انه صح، لانه هو لو قلبها هي اصلا سهل ان هي تقلب نفسها وتعدل نفسها، لان عايشه في بيئتها الميه، ما اعتقدش ماشي، ان هو يقدر يقلبها اصلا. طيب يعني طبعا عندها اسنان حاده. ليه عندها اسنان حاده؟ ودي طبعا سهله جدا ان اي حد يقولها، علشان تقدر تمزق الفريسه بتاعتها وتاكلها كويس، يبقى لها اسنان حاده. وده خلي بالك تكيف تركيبي، لان اللي انت عن الاسنان يبقى تكيف تركيبي. بس انا عارفة حاجة، انا قولي يا هدى. هو الحوت الوحيد، انا هقول حاجة عن الحوت، مش الحوت الوحيد اللي هو ممكن يبلعنا هو الحوت الازرق، بصوا يا جماعة، الحوت بيبلع. يعني ايه بيبلع؟ بيبلع من غير ما يمزق، من غير ما يقطع في جسمنا. انما سمكة القرش العكس، بتقطع في الجسم لحد طبعا ما الكائن يموت وبعد كده تاكل. الازرق عنده 4 معدات. انا الحوت مصنوع من ريش، عشان ايه؟ يعني مش عشان اسنان الحوض مش حادة. ايوه، عشان كده بلع سيدنا يونس من غير ان هو يعني ما يقطع في جسمه. ولا طيب سعيد ولا شمس. ماشي، خلاص بقى نرجع تاني. يبقى احنا كده خلاص خلصنا 3 حاجات في سمكة قرش الصور، وهي ان عندها لونين لفين. نعم أنا بعرف التكيف السلوكي. ماشي، حاضر. خليكي تقولي لا، بس هخلي ادهم، لان انت قلتي اخر حاجه، خلي ادهم اللي يقول التجارب. ماشي، يبقى احنا خدنا 3 حاجات. اخدنا لون البطن ابيض، واخدنا لون الظهر اسود، وخلاص عرفنا هو ليه. يعني لون الظهر ابيض ولون الظهر اسود باختصار، عشان يسهل عليه صيد الفريسه. طيب رقم 3 ان عنده اسنان حاده، عشان ايه؟ يقدر يمزق الفريسه. طيب التكيف السلوكي، طيب خليني بس انا اقوله علشان ايه، اوضحه كويس. أو قولي أدهم، سمكة قرش الصور بتروح تصطاد إمتى؟ يا ترى بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار يا راجل يا أو راجل بالليل؟ بالليل بالليل راجل يا بالاثنين راجل، ليه بالاثنين، ستة؟ ليل ونهار. الاتنين ليلا ونهارا. سمكة قرش الصور ملهاش وقت محدد. ليه بقى؟ عشان هي ذكية جدا جدا جدا. بتعمل إيه؟ تقول ايه، ما انا لو رحت اصطدت بالليل السمك مش هيخرج بالليل، هيبقى عارف ميعادي وعارف ميعاد الصيد بتاعي، فبالتالي هيستخبى في البيوت بتاعتهم بالليل ومش هعرف اكل. ولو انا بصطاد بالنهار هم برضه هيعرفوا ان انا بصطاد بالنهار، فبالتالي هيخافوا يخرجوا برضه، وهيفضلوا مستخبيين بالنهار لحد ما امشي. لا، فهو قال ايه، انا هصطاد في الاثنين، وقت مزاجي بقى، وقت ما اجوع هروح اصطاد، لو جوعت بالنهار هروح اصطاد، لو جوعت بالليل هروح اصطاد بالليل. فبالتالي الاسماك عارفه هو هيجي امتى،
مش عارفة يا عيني امتى الحيوان المفترس هيجي. خلاص خلاص بس يبقى ده بيسهل عليه عملية الصيد، ان هو الحيوانات ما بتبقاش عارفة هو يصيد، يا اما يصيد بالليل يا اما يصيد بالنهار. طيب، وده طبعا تكيف سلوكي، خلي بالكم دي التكيف السلوكي. يبقى التكيف التركيبي اللي الثلاثة اللي احنا قلناهم، طالما اتكلمنا على الجسم يبقى ده تكيفات تركيبية، لكن تكيف السلوك الوحيد ان هو بيصطاد ليلا ونهارا بس كده. خلاص خلصنا سمكة الشطور. طيب تعالوا ندخل في باقي النمر بسرعة كمان علشان نحل بقى. يلا حرباء النمر كائن لطيف لذوذ، أي نعم شكله مخيف كده ومرعب، ولكنه أصلا مش بيئة بشر، يعني ولا هي سامة ولا هي بتعض ولا هي بتعمل أي حاجة، هي بس كل اللي في الحياة بتاعتها إن هي بتعيش على الأشجار. يا جماعة اقفلوا المايك، صدعتوني والله صدعتوني، اقفل المايك يا أدهم، اقفل المايك يا شاهين. طيب إيه هو، قلنا تاني، هنقول تاني إن هو كائن لطيف مش بيأذي البشر ولا بيعض، كل اللي بيعمله في حياته إنه بيبقى عايش على الشجرة ويصطاد الحشرات والغذاء بتاعه فقط لا غير، ما بيعملش حاجة غير كده. طيب طب يا مس اتكلم لنا عنه أكتر. أول حاجة إن هي بتعيش في الغابات الاستوائية. قال له اشمعنى يا مس بتعيش في الغابات الاستوائية؟ لأن الغابات الاستوائية دي يا ولاد بتتميز بإن هي فيها أشجار كتير جدا، كتير قوي 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 قوي، وفيها الغذاء أو الحشرات كتيرة جدا، فبالتالي هي دي البيئة المناسبة ليها، لأن هي أصلا بتعيش على الشجرة وبتتغذى على الحشرات. فهنا المكان، المكان ده فيه إيه؟ فيه أشجار وفيه حشرات، فخلاص هو ده المكان. خلاص يبقى تاني، الغابات الاستوائية دي أصلا اللي بيميز الغابات الاستوائية دي إن هي بتمطر على طول، طالما بتمطر على طول يبقى فيه مية على طول، يبقى فيه أشجار كتير. خلاص طيب، وبتعمل إيه؟ بتصطاد الحشرات بلسانها، نسيبها من دلوقتي، المهم يعني انها بتتغذى على الحشرات. طب ليه يا مس الغابات الاستوائيه؟ عشان فيها اشجار كتير وفيها الغذاء بتاعها. طيب و بس طيب تعالوا بقى نشوف التكيفات التركيبيه بتاعتها والتكيفات السلوكيه. التكيفات التركيبيه هنتكلم عن 1 2 3 4 اربع حاجات في جسمها. نبدا برقم واحد اللي فوق. الله انا رحت فين؟ اهو نبدا برقم واحد اللي فوق اللي انا هعلم لكم عليه بالقلم الاحمر ده، اهو اللي هي الحراشيف. ايه هي الحراشيف؟ يعني الجلد بتاعها، الجلد بتاعها تحس ان هو ايه، خشن كده، وفي بصوا تحس ان هو فيه تعرجات كده، التعرجات ده هي اسمها حراشيف. الحراشيف دي بتبقى ملونة. طب وده بيساعد ايه؟ شايفين، شايفين فيها كام لون اصلا؟ فيها لون اخضر، وفيها لون اصفر، فيها لون ازرق، فيها لون احمر، فيها لون برتقاني، وفيها لون بنفسجي، فيها الوان كتيره جدا. طب ده يمس بيساعدها على، بيساعدها على التخفي بين الاشجار، لان الاشجار بيبقى فيها مثلا اللون الاخضر، والازهار بتاعه الاشجار بيبقى لونها مثلا ملونه، فهي بالكومبو بتاع الالوان بتاعها ده او بالنظام بتاع الالوان بتاعها دي بتعمل تمو، يعني تحس ان ايه، لما حد يبص على الشجره مش هياخد باله منها لانها تقريبا شبه لون الشجره. خلاص يبقى ده بيساعدها على التخفي علشان ما فيش اي حيوان يجي ايه يصطادها. يبقى ده اول حاجه ان الحراشيف ملونه. طب يا مثل الحراشيف ملونه ده بيساعدها ايه؟ على التخفي. طيب عشان برضه على فكره عشان تتخفى، يا اما ما فيش حاجه تصطادها يا اما هي تصطاد حاجه، يعني ممكن برضه هي عشان تاكل لازم تتخفى برضه. طيب كده خلاص اتكلمنا عن الحراشيف، طب هنتكلم عن ايه تاني؟ تعالوا نتكلم عن الذيل. الغزال. برافو، الذيل، شايفين الذيل عامل ازاي؟ ملولو وازاي ملفوف كده، عامل كده ليه بقى ملفوف وطويل كده؟ لان يا مس انت لسه قايله لنا، لسه قايله لنا ان هي بتعيش على اماكن عاليه، طبعا اشجار، الاشجار الغابات الاستوائيه بتبقى عاليه جدا، عشان الحرباية دي تتسلق الشجرة كويس لازم أن يكون عندها ديل بيمسك في الشجرة، فالديل ده بتلفه على الشجرة علشان تمسك فيه كويس، كأن إيه، كأن الديل ده بتمسكه زي إيدينا كده، مش إحنا إيدينا بنمسك بيها الأشياء، إحنا عايزين نمسك في حاجة كويس بنمسك بإيدينا، هي كمان بقى بتستخدم الذيل بتاعها كاليد علشان تمسك بيه الأشياء، يا إما تمسك بالشجرة يا إما تمسك بالورقة، يا إما تمسك بحاجات بقى، ممكن تمسك فريسة برضو عادي بالذيل بتاعها.
ان هي بتستخدمه كاليد في مسك الاشياء. طيب كده خلاص خلصنا حاجتين، يبقى انت يا مس اتكلمت لنا على الحراشيف، وقلت لنا ان هي عندها حراشيف ملونه علشان تساعدها على التخفي، واتكلمت لنا على الذيل، واحنا يا مس شفنا الذيل ملولو ازاي وعامل شكل حلزوني، وانت قلت لنا علشان تمسك بيه الاشياء وايه وتستخدمه كاليد لمسك الاشياء. طيب كده خلصنا اتنين، فاضل اتنين. ايه تاني؟ الاقدام بتاعتها، شايفين الاقدام بتاعتها على شكل حرف V، على شكل حرف V كأنها زي المقص كده، عارفين لما تعملوا الصباعين بتاعكم زي المقص كده، اعملوا حركة المقص بايديكم كده، هي بقى رجليها عبارة عن الصباعين دول بس. خلاص طيب بتعمل ايه بقى على شكل حرف V؟ دي بيساعدها على الالتصاق بفروع الاشجار، بحيث ان هي لما تيجي على الشجرة تروح ماسكة فيها تبقى زي الملقاط، تمسك زي المشبك على طول، فبالتالي ايه ما تقعش كويس، ما تقعش قوي. خلاص يبقى الاقدام بتاعتها دايما على شكل حرف V، خلي بالكوا عشان هنا السؤال بيجي كتير برضه. الحرباء الاقدام بتاعتها على شكل حرف V، وده بيساعدها على الالتصاق بالاشجار. طيب اخر حاجه بقى، وحاجه غريبه جدا قوي، العين بتاعتها. العين بتاعتها يا اولاد بتتحرك في كل الاتجاهات. بصوا انت، احنا عينينا مثلا بنحركها ايه؟ بنحركها يمين شمال فوق تحت، هي بقى بتبص ورا كمان، وراها متخيلين، بتقدر تبص وراها، تقدر تقلب عينيها وتبص وراها عشان ايه؟ تراقب الطريق، يعني بتراقب كل حاجه حواليها، لان هي عايشه في غابه، يعني في حيوانات مفترسه كتير، لو ما كانتش تعمل كده وربنا خلقها كده كانت زمانها اتاكلت من زمان. فهي ربنا خلق لها ان هي عينيها حريصه جدا، وتفضل تراقب طول الوقت فوق وقدام وورا وكل الاتجاهات عشان ما فيش اي حيوان ياكلها. طيب وايه كمان يا قهوة؟ وايه كمان الغريب؟ الغريب ان هي ممكن تثبت عين في مكان والعين التانية تتحرك في مكان تاني. يعني ايه؟ يعني انتوا جربوا كده دلوقتي، خلوا عين بص على التليفون ماشي، وعين تبص مثلا على الباب، هل هتعرفوا؟ مش هتعرفوا. يا اما الاتنين العين هتبص على التليفون، يا اما الاتنين العين هتبص على الشباك. هي لا مش بتعمل كده، ممكن هي تخلي عين على الكنيسة بتاعتها والعين التانية بتراقب الطريق عشان تحمي نفسها. انتوا متخيلين؟ يعني بتقدر تثبت عين في مكان والعين التانية تحركه في مكان تاني خالص. كده خلصنا التكيفات التركيبية، اتكلمنا عن الحراشيف الملونة، اتكلمنا عن الذيل، اتكلمنا عن الأقدام، واتكلمنا عن العينين. طيب تعال بس نخرج وندخل تاني قبل ما الزوم يفصل علينا، وبعد كده نكمل. تمام، يلا يلا يا حبيبي بسرعة. مع السلامة.